يا حافظا للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا ابني إياس أتيت نجما لامعا بل كوكبا يجري فيتبعه السنا أحييت وقتك بالكتاب وحفظه وبنيت صرحا شامخا في أفقنا في ليلك الماضي تردد آياه وبصبحك الآتي ستزهو بيننا حلم رسمتك يا بني وقد غدا في الواقع الأسماء حلمي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تاس قيمها بدنك جدال قلبت أوه ما أنت أوه مالين قميصات تاريخ دنا أي تهاي سديدي بشي ذو الحجة كن أفر بقول أفرتني سدح دي هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تاريخ ذكرنا أي مرة صلى الله يكون لباتني لبدي بشي تضبات تاريخ تضبه إن شاء الله تعالى وهنعرضه كسمين دونا وتجابين دونا أردادة لقتا معهد تأهيل العلماء أو كم ده فرع يقسم مركز كويناء أو مركز دار العلوم التعليمي أرددوا هذا كوهر بعرض سميين وحين كسميين كتاب اللي يراده القواعد الفقهية وسكلها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ما انتنا وهي عرض كسمين دون أن أفر كتاب كتاب كوهر والأصول الثلاثة كتاب كلوة الأربعين النووية الإمام النووي كتاب كليرة سفينة النجا كتاب كليرة متن الأجرومية أفرت كتاب عرضك سمين دونان حاجة حفظ وكفيرين دونا إن شاء الله تعالى حاجة لغمضان وكفيرين دونا أفصمالي سيء وشرحيان وإسساريان أسئلة ويديني دونا أرددا سان أقيمينه ونوه بينه أرددا يتيضا وحبرشضا وقتي يراي وكوبنا إنت إنجازي قريبنا أفيرينه محايا لمعتكم مغعلوا مغعبا وزي هاي بتأهيل العلماء ومعك تيين تيتاب الجلنتة علماء مركا ضد كان لجرب علماء إن لجديقو الله صار صاروا وقيمة غاية الله يلو بعرفنا إنه هو بإنه عرضي جهري ما شاء الله بوها عرض قيمة بدن نوها عرضي كان أفرتن كتابنا وفيرين دونا إن شاء الله تعالى هذا نحكوه لدينا يا شيخ محمد عبد الله فضل المشكور المأجورة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسيد الشيخ أحمد وشعي برنامج كيني من بالله بنينا أردو أصلاً مارتي عرضك سمينينا أو تجابينينا وحان مارتي كهر مارينينا كتابك الأصول الثلاثة أردو دي دياري مارتي سوء عردين ربي كهر مارينينا أردو أحوي نوصي فريستان ماشم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده. بسم الله ما علمك بالله ويا الله الرحمن الحريص قد نحريسناي الرحيم الحريص قانا هذا نحريسناي شيخ حكير. اعلم أغو رحمك الله والله كون حريسه أنه أمر شان يجب حواجب علينا دشين تعلم أربع مسائل. مسألة أفر برشلة واجبته. الأولى مدعوه الرئيسه العلم علمي وي، وهو علم معرفة الله إله برشيدي سوي، ومعرفة نبيه نبي سنة برشيدي سوي صلى الله والله أمان عليه دشيس وسلم على نبت قليه، ومعرفة برشيد الدين الإسلام دين الإسلام برشيد بالأدلة مع الأدلة أدلة والله برته. الثانية مدلوات العمل نكو عمل فشو به علمك أبرته. الثالثة مدى سدحات الدعوة نوية ارتلي حقيسه. الرابعة مدى أفراد الصبر نكو صبرته على الأذى ربك سقاري فيه حقيسه. والدليل حدليل قوله تعالى هذك إلهي والعصر عصر كان قد أرتم الزمك إن الإنسان إنسانك لفي خسر خساروك سقيني إلا الذين كوي موغي آمنوا إلهي رمي نبيسه وعملوا عمل فلي الصالحات عملوا ناكسا وتواسوا اسقدر دارا بالحق حقه وتواسوا اسقدر دارا بالصبر صبرك. قال الشافعي شافعي رحمه الله تعالى لو نحرسته لو ما أنزل الله دعي بسودجن حجة حجان دسودجن على خلقه خلقه سودجن إلا هذه السورة سورة نؤغيه لكفتهم ويكفلنا لها. وقال البخاري بخاري حوي رحمه الله تعالى لو نحرسته باب العلم. هذا كان باب العلم علم باب ياي قبل القول هذا الكرتيب وهذه والعمل عمل كرتيب وهذا علمي. والدليل هذا دليل قوله تعالى هذا الإلهي فعلم أقو أنه عمر شان لا إله الله حقه عابد نسنجر إلى الله إله موغيه واستغفر لذنبك ذنب لا فويدسه. فبدأ وحلق بالله بالعلم علمي قبل القول هذا الكرتيب والعمل عمل كرتيب. قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الأول معرفة رب. فإذا قيل من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يضلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول أصل الكوات معرفة رب بدسيسة. فإذا قيل كنت ليراده من ربك ربك أواك فقل وحاترة ربي ربي قيدة الله ألوي الذي أله رباني إبرباري وربى برباري جميع العالمين وقرن برباري بنعمه بنعميكنك برباري. وهو الله يا معبودك أعوذي ليس لي ما سقنان معبودا معبود سيه إليك صهري. والدليل قوله تعالى ذا القصة لله الحمد مهدي أمان لله الله أسقناته اللي رب العالمين عالمين تقدم ربي قوضها. وكل ما سوى الله عالم وحي لك سهرنا وكل ما سوى الله وحي لك سهرنا عالم عالم وي. وأنا آنينا واحد مدبان يهي من ذلك العالم عالم كمده. فإذا قيلت لغراضه بما عرفت ربك ربك محقرنا يسه فقل وحاترا بآياته أيديسة محقرنا يوم مخلوقاته أنكيسة. ومن آياته أيديسة كمدة الليل وهويك كمدة والنهار مالنت كمدة والشمس قرح دا كمدة والقمر ضيحة كمدة ومن مخلوقات مخلوقات كسنع كمدة السماوات السبع سموين كده دوضة يو الأرضون السبع بلوين كده دوضة يوم فيهن واحق رحجره يوم بينهما واحق رحايا. والدليل قوله تعالى إلى الغسى يودل الأغير. ومن آيات هذه إلهي وحكمدة الليل وهوين كمدة يو النهار وما أنت كمدة والشمس قرح دا كمدة يو القمر ضيح كمدة لا تسجدوا هؤ سجودنا للشمس قرح هؤ سجودنا ولا للقمر ضيعنا أسجودنا واسجدوا أسجود لله إله أسجود الذي الله خلقهن ني أوري إن كنتم ذاتين إياه ساكلية خلقهن ني أوري إن كنتم خلقهن أوري إن كنتم محمدانتين إن كنتم ذاتين إياه ساكلية تعبدونك وعوذان. أرضو سؤالان ويدينينا يا شيء كرا أولو العزم من الرسل منك هاي وقعنت تايو كرو تايو وقعنت أولو العزم من الرسل يا معي هذا الشيء كرا يا هاي سوف سوستي انت يجي انت رضا نوشك معي هذا نوشك رحيم أولو العزم من الرسل وشنسك أولو العزم وعشان ترضى معي هذا وحالي هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي الله إبراهيم نبي الله موسى نبي الله عيسى عليه السلام نبي الله نوح عليه السلام كان تصل هذا العزم من الرسل لبعا يضاد قرآن كميدا لوشي لبعا يضاد مت كميدا لوشي كرا عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الشافعي شيخ رامي عيسى سؤالش أصوته ميسا أصول ثالثة إمام الشافعي يا شيخ. إمام الشافعي رامي عيسى محمد بن إدريس الله بينا كتابك لبعض أربعين المصنف رحمه الله تعالى. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتضاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. مصنف رحمه الله تعالى كتابك حالي إلى أربعين النبوية وحانس كله الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. حديثك واتشاق وحقوب الأوفيري عن أمير المؤمنين مؤمنين تأبير كذا وحالي قبري أبي حفص أها حفصة أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله كرام له. قال وحير عمر سمعت وحان مغلى رسول الله رسول الله رسولك إلهي يقول له إنما الأعمال عمل بالنيات ينكو كؤ هذا أو كؤ صحا وإنما إن كلمه لكل امرئ قفك استنى ما نوى وحني يذو ليه. فمن قفك كانت أيها تهجرته هجر ديسه إلى الله إلهي حقي سئي ورسولي رسولك سحقي سئي فهجرته هجرته سوحي أهانيسا إلى الله إلهي حقي سئي ورسولي رسولك سحقي سئي. ومن كانت نكي أهات هجرته هجرته سئي لدنيا الدنيا يصيبها إنو صاهله أو امرأة أمهوين ينكحها إنو صبور صده فهجرته هجرته سوحي أهانيسا إلى ما هاجر إليه وحي وهجره. متفق عليه. نكاد فقصر هاي حفصة عبير عمر مستر يا حسن يا ابني مين عمر مستر يا جرا يا ابني يا ابني يا جرا يا عمر مستر ايش هيك يا عم تيجي يا عم تيجي هيا استاك عمر مستر لي لبا احمد عيسى كوميدي عمر رضي الله عنه نجي سواه
سأسأل أبي في عسل. أركان الإسلام يا كريم كرا. أركان الإسلام. سوي شيخ. أنت إسلام كواشن. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام. أحسنت بارك الله فيك. حديث كشانات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأم عبد الله صمة هي عائشة وحميدش أم عبد الله هذا الله هاي عبد الله هو يدي يا ماشاء الله إشكال بحين كرا عبد الله غسواك عائشة وحميدش أولاً صارمنا ننوب يا مي عبد الله وحوي عبد الله بن زوير هورير أي واحد ولا شيء هذا الشيء هذا شيء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه إذا نوع عائشة أحب ميدل إذا أحب ميدل بناء عليه الصلاة والسلام في الأنت أكي أقول كاس شيخ بسم الله عبد الله بن كتاب السيد هذا سفينة النجاة وحدي سفينة النجاة صباح قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل. أركان الإسلام خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصل. أركان الإيمان ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فصل. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فصل. علامات البلوغ ثلاثة. تمام 15 سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين والحيض في الأنثى 9 سنين. فصل. شروط أجزاء الحجر 8. أن يكون بثلاثة أحجار وأن ينقي المحل وأن لا يجف النجس وأن لا ينتقل ولا يضرى عليه آخر وأن لا يجاوز صفحته وحشفته وأن لا يصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة. صلاة صلاة أي كتابية. فصل. وقلساري يحتاج في صصد في عدار الصلاة صلاة عدارك ناني لوي النوم مرداء يوان نسيان المام. شروط الصلاة صلاة شردالك 8 سديد طهارة الحدثين لو حدث من الظاهر لا نوضه والطهارة ظهر قاشر والطهارة من الظاهر لا نوضه عن النجاسة النجاسة في الثوب مرضى والبدن جرك والمكان بوص وستر العورة عرضا لا أستره واستقبال القبلة قبلة لا يجسته والدخول الوقت وقت وينو قلو والحلم وينو حلم له لفرضيتها صلاة فرض من هذا وألا يعتقد وينو اعتقاد أملين فرضا فرض من فروضها سنة صلاة فرض صلاه فرضك يا سنه اين امرن واجتناب وينك انه كدروا المقبلات صلاه وحقرني الاحداث حدثاش اثنان اللوي اصغر مدير واكبر مدوي والاصغر مدكوين ما اوجب الوضوء ويسد واجب يلوي ويسد واجب يلوي الاحداث الاحداث حدثاش اثنان اللوي اصغر مدير واكبر مدوي والاصغر مدكير ما وجب الغسل ما أوجب الغسل ما أوجب الوضوء ويسبب حواجب يلوي والأكبر متكوين ما أوجب الغسل قويسك وحواجب يلوي. العورات عورين 4 أفروي عورة الرجل نك عورس مطلقا لك لغذين
والأمتي أدون في الصلاة صلاة الأحداث ما بين سرتي ما بين سرة حدنك ودعائي والركبتي لويش دي البيض أنت أدحس وعورة الحرة مد حرت أنا في الصلاة صلاة الأحداث جميع بدنها يركي ذا الأمانة عورة ما سوى الوجه وجهه حكى صارئ والكفين صعبة وعورة الحرة مد حرت أنا والأمة مد من دعونت عند الأجانب الجانب أكثر لقي جوان جميع البدن جركة والأمانة ورأي وعند محارمهما محرم قضاء أكثر لقي جوان والنساء والنساء وين قضاء الآن تلقي جوان ما بين سرة فدنت حول حياة والركبة جلبها حول حياة فصل من فصل ويا في أركان الصلاة الصلاة أركان كذا أركان الصلاة الصلاة أركان كذا سبعة تدوي 17 دقوي تنوي الأول مدهرة النية نيوي الثاني مد اللوانة تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام الله أكبر وإنه له التكبير تكبير الإحرام ومفرتوي الثالث مد سدحانة القيام استاغوي على القادر قفك كرة في الفرد صلاة فرد كي الرابع مد أفرادنا قراءة الفاتح سورة الفاتح الأقريوي الركوع الخامس مد الشرانة الركوع وإنه الركوع السادس مد الحنة الطمانينة وينو كحسله فيه في الركوع الركوع ده وينو كحسله السابع مد الدوانة الاعتدال الاعتدال كوي الثامن مد السديان الطمانينة وينو كحسله فيه في الاعتدال الاعتدال وينو كحسله التاسع مد السيالات السجود مرتين سجود سجود الله الأيوه الطمانينة وينو كحسله فيه في السجود سجود وينو كحسله الحادي عشر مد كويت أوراد الجلوس الجلوس وفدي الجلوس نفرز بين السجدتين لو سجدوا هذول الثاني عشر مد الله تعالى الطمانينة وينك حسره فيه في الجلوس فدي وينك حسره الثالث عشر مد صدح تعالى التشهد الأخير تحياتك دموع القعود نفرز فيه في التشهد تحياته الخامس عشر مد الثاني تعالى الصلاة والصلاة على النبي النبي نوصل اليوم فيه في الصلاة الصلاة الأحدى النبي نلوس الليل السادس عشر مد لحيتانا السلام والسلام نغشاء السابع عشر مد دعائتانا الترتيب وين الترتيب والصلاة الله نسخو يدنا إلى كتابك سفيرة النجاة عندي كجواب لو يدنا يا كجواب يا أنا علامات البلوغ بلوغ علامات كيسية كجوابي البلوغ جاردة علامات هذا وصدح علامات قفك إني قد أمي سلمتا شنئ التوان سنة أما قفك إنور رياضة أو بيكاين أمسا يا إسلام دايضا هبيني نوحيك بكرة صحة علامة سلوغة البلوغ وفيرا دواء صدح قفك وإنو ماركت شنئ التوان جاره مد اللوان وحوي إنو قفك احتلامه يعني قفك رقعي قفك دو ماركة مدك علي وحويي أنا قول إن عاد كل عاد سدح سيد مرت وجوابي ومحسين يا نشيج يا نواقض الوضوء ويسد وحي بريا يا نشيج يا الخارج من أحد السبيلين من قبل أو تبر الريح أو غيره إلى المني فحلوا وضك صبحه حرق الجلال روح صبحه وحملي كريم مد اللوات زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض طفق أقلي ستقم ودع عن الصبح وحن كيها فريق وفريق وكورة وقصو فريق ودودي وسرقي سرقي باي انت الحال التقاء بشرتي رجل ومرأة كبيرين أجنبيين من غير حاج لو وقفوا وين وأجنبي كبير ديركو استابتو وحام بحيم مدى أفراد ومسخ قبل الآدمي هو حلقة دبوري وقبول أصابي أو قبول نباحة قفك قفك بناء كتوب الكيس وطابتو ماشاً عراش وكتابتو أما الفرح عراش وكتابتو قد بينا كتابك أفراد أجرومية أنا ما أتوقع بينه، أرجع أرضى بيه سوستيا.
قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين والدخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والتاء والكاف واللام. وحروف القسم الكلام هو كلام اللفظ صوتي صوت كاس المركب للسساري المفيد وحفايدين بالوضع عربي وحكفايدين أما بالقصد قصد وحكف إيدينا لو فصل ولو فصل. وأقسامه أقسام الكلام كلام قيبه سنة ثلاثة سدحوي: اسم مرع وفعل سمين بعدين حرف 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 كاسو جاء إمالة لمعنى معنى الإمالة. فالاسم اسمك تعرفه حلو كرته بالخفض وصدق والتنوين لو شغل ودخول الألف واللام القلتان كذا وحروف الخفض والوقر حروف توحى وصدقته، وهي حروف توحى وصدقته من وي وإلى وي وعن وي وعلى وي وفي وي ورب وي والباء وي والكاف وي واللام وي. وحروف القسم حروف القسم وي حروف تدارتها وهي حروف تدارتنا الواو ووي والباء باء والتاء تاء. والفعل فعلك والفعل فعل فعلك يعرفه حلو كرتا بقد قد ولو كرتا والسين سين وصوفا صوفا لو كرتا والتاء التأنيث لدقين تتعدل تأدي الساكنة الربنة. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين والصوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة المواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وما الألف فتكون علامة للرفع في التثنية الأسماء الخاصة. فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. إعرابك على مده سه على مدها برشد الله يباب يهي. للرفع رفع أصغ ناضي أربع علامات على مدين أفر يا أصغ ناضي: الضمة ضماء أصغ ناضي، والواو أصغ ناضي، والألف ألف يا أصغ ناضي، والنون نون يا أصغ ناضي. فأما الضمة ضمضي فتكون هيئة الضمضي علامة على مدها للرفع رفع علامتها في أربعة مواضع: بوصيال أخفر الأحضر على مضوها تا. في الاسم اسم الحسي على مضوها تا اسم كي المفردي الكليلة. وجمع التكسير جمع الذي جب الحسي على مضوها تا. وجمع المؤنث لديك جمع الحسي على مضوها تا جمع الصالم يعني بتكلة. والفعل المضارع فعلك مضارع الحسي على مضوها تا
الذي فعل مضارع لم يتصل وصل لحرس بآخره دبي قدس الشيء وحبه وأما الواو وودي فتكون حيها علامة على مضيها للرفع رفع على مضوها في موضعين لا بصدها أي على مضوها في جمع المذكر مذكر كجمع عيسى جمع السالم يعني بذكر وفي الأسماء الخمسة أسماء الشندة الأحرار وهي وحاوي أسماء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمالي وأما الألف وألفتي فتكون حيها علامة على مضيها للرفع تفعل على مضوها في التثنية الأسماء أسماء القوة اللي بيتحضرها خاصة أخصهم كونيلي خاصة كونيلي وأما النون نونتي فتكون هيها علامة علامة للرفع رفعل على مضوها في الفعل المضارع فعل مضارع ليس على مضوها إذا اتصل مركو لحرس به فعل مضارع ضمير التثنية لبض ضمير كور أو ضمير جمع أما جمع ضميرك أو ضمير المؤنثة أما هوين إذا جميع ضميرك هوين المخاطبة لله الله بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتابع على الجرم وقت يربع الآخرين هاي اللواء أسبوع بالآخرين هاي مركع عرضيه وحن الكويدين إلى سؤاله وصنفك رحمه الله كتاب كيسو حكوب اللاوي كلام بكوب اللاوي ما كلام حالي رهدا يا شيء كره. الكلام كلام حالي رهدا أفر شيء لين را كلام لي رهدا. اللفظ المركب المفيد بالوضع. لفظ حالي رهدا دواق هذا المركب أو حرف واحد بدل ما ينوم هذا. المفيد من واحد فائدين وحنيه بالوضع واحد وقصد ما ينوم. ما هي سدح شيء لين. كوم دقوات من الصوت ليه. دلبات وانو افق صبع صوت عسير من الزدهات وروف الجايين وطول صوت عسير ما شاء الله مو قيب سماه يا شيكرا اي حمزة سيدة اسم فعل حرف اسم يقع على مالو قرطة اي افرت شك إيوه في البادي منا. باو معرفة علامات الإعراب وأنشا غني كتابك إنه هي باب نحوه هو مهم سن. بعند سؤال إسكوي دينا إن شاء الله رفع على مين كده وامسا كلمة ذا مركي رفع سن تاي مسا على ما لو قرطه. يوسف إيه يوسف أولي شيء. الضمة والواو والألف والنون. اسم مفرد محل رفعها. خذ تعريف تيس يا شيكرا اسم مفرد محلها. ليس مهتما على مجموعة ولا ملحق له بأسماء خمسة. لا بقى يبض بهايين ولا اللي قبله وحمارتين. حلقه ku jiray akhri sanahay marka gabdhahaana ayagana waa miyeerina insha Allah an ummul mu'minina umm abdillahi aisha radhiyallahu anhuma qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd rawahu al-bukhari wa muslim wa fi riwayatin li muslim من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى
يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين مؤمنين تهيذت أم عبد الله عبد الله هيت عائشة رضي الله عنهما لك المقدار، قالت محاترة قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه أمان عليه دشي وسلم عليها بدباديه من أحدث قفي قصدره في أمرنا أمر كان هذا أو كنه ما ليس منه وحاكمتان فهو رد أسألوا علنا. رواه البخاري ومسلم صوصا. وفي رواية لمسلم مسلم رواية ولقوا النقد من عمل قفي عمل فرعون عمرا عمل ليس أوغها عليه كركيس أمرنا أمر كان فهو رد أسألوا علنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما شاء الله أرداس إليها بركيو إلهي سبحانه وتعالى كبغو أرضي ومدى أنفعضو علماء أفر كتاب بان هدى أرددا كفي رني قابكي وأخرستين يوسيو قرنيان كل وانا لضعون إيسان وادن أجيدان قيمة هذا إيو وانا قود إيو سيو أخرين هدي لفيري حق حفظي سيو كينين هدي لفيري حق لقمضي سيو كينين هدي لفيري سؤالي دي لقود أحتوري يسيو جوابيان ونمو والبقعان كأتاقنوا لي أناك جوابي انت بوحي دليل أطهي إنجاز كالجاري مددا كوبا قده هذا لأن محايا لماعتك دراسي سحيون باللابطي بشي شوال رحي ذي باللابطي هذا نبشي ذو الحجان مرينا وما أنت تضوء سديدة halka waxa garanaysaa mar laba bilood ta mar dhanaba inta daraasada socoto injeeska la gaarin wada aragtaan iyo sida loo fasirayo iyo sida loo akhriyo iyo sida loo xifdiyo marka macad ka hor socod buuleeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa umniyadkeena allah noo xaqiijiyo ardada waxaan leeyahay ma sha allah allah idin barakee wa fi antiini waxaan ku dardaarmaya ku taqwada allah subxaanahu wa ta'ala allah ka cabsada taqwada laazima wattaqullaha wa yuallimukumullah wa barasho marrata ديننا برت مرتا ان اد لي بانت مرتا دون اخر الله كعبسو الله كعبسغا وحبرشده دينتنا وي كوفري طريقه وناكسن وي كو هرسيدي اخرنا جنات كغلي وحن قرد دارما امرك ان ذنوبتي ذنبيه كديراتان نوع دون ها نقضه تليفون لا ضوضها هاتو فين لا فيرساتو وحكو لو مشغوله هاتو معاصي نوع دون هاتي هلا ديرادو مخايله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكيولها شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وحولي ليوحان أدعوذي أون أشيكتي الإمام وكيع ابن الجراح فهي لشيخه وحبوها حفظ الله حفظي وان قحم هذا الإمام الشافعي وحوها لي هذا من آد وحفظ سبضان مركوا حفظنا يا قابقوا حفظنا يا صفحة الله يعلى ساين وفيري هالمرة مركبة ودش قبته حفظ دي سكير هذا محو غير هذا وحي شيء كان سقوا بحي إنه أركي هويني لون كذا يلوك كذا إنه أركي هالكاس أمرك إيش كذا قاعد حفظ دي ساس وكير هذا ليري كذي من محاد عاي إنه تعوده شيخ يسوق شيء وشيخه ربك أنا إيه هاي ساحوان حفظ الله هاي بل إيه ورنا ومحصنا إلى تلي فارشدني إلى ترك المعاصي شيخ هو هنوني إن معاصي ذاك غير هذا تبارك إن الدنبية كان يراه، الدنبية ذات كان يراه تو، نور بقلب هذا فولي، بصيرة ربي سبحانه وتعالى وحقه قبري، لأن محايل إنها بسحل غمار كيس موجودين، فإنها لا تعمل أبصاره، ولكن تعمل قلوب التي تدور سماها، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، وإيش هي إنه علمي هي نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، نور قال لنا قف عاصية، لما سيهد، الإمام الشافعي مركو أطغي، الإمام مالك بن أنس. ومالك بن أنس هو أرك شافعي صور أن يرى وناجيسي حفظ كيسي ومسكح ديسي مركو أرك محيري إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفيه في ظلمة المعصية وحان أرك الله سبحانه وتعالى قلبك هذا إنه النور كطوري معصية كدمين مكتقيد حلو بهاي مركا ضد كان صاوح وحفظ السن
صباح واخرنا يا صباح ولقمينا يا سين سؤاله وجوابه يا حلو بهاي علمادي وحاتي المستقبل كي وحال راه مركين هذا علمي قاس ميل في عنا تجارتنا معاصي ذنوبتي إيو ميل أرضي وحاصرنا ضن إذا كم جرتوا كتابتي إن كده دالة إن أتقوع العلسان الرابع عشر رض كتابة لما ذو لحف ذي يكوبه هذا الله وضه لما نو حكاية هي مراجعة فربضن طالب علمي ومت كوح مراجعي ومت كوع العلي وعيلهن التكرار يجعل الحمار فقيها كوع العلي أنت حتى ضميرك حكاية لك تاه فقيه وحجرنا زمرتي ضميرك دي وضن الله مريو هذا نوسع إيمان كله مركز ضم سكيل يس إيمان بس ما وسهيني سيدو كلا هذا دوحن كوع العلي سنة مركز مين مريج مسكحه بكوس يفجرين مرضا من مهل ماميسي لا يكوع العلي بضن بيرتها مركز إلهي ذن بركة سبحانه وتعالى إن بضن بنذن هذا علينا يا إلهي سبحانه وتعالى هذين كليجو كوا ومرض إسلام كأنفعي علمي جن أي برنا يعني إلهي سبحانه وتعالى أسخري الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشروع أنت صنوعي هاي شيخ أحمد بن هادي أنا وعدي أو كلمة قيمة بدل نو جدي وحنلاقينا هاي كلمة سيدو إله نو أنفع أرضنا وحنلاقي هاي يانا قدام با كلمة الشيخ وناشي هاي أن قادنا أنكو أن ماركت أن كل رغم هذا قادنا وحوي وين أنفع عيسى مركز سيدو مع سيد يحمان تسيد أن كيف وانه سيد الشيخ وناشي هاي تكرار كبره بدن الدروس أنكو علينا أم ذكرنا أنكو دانو أن أدو فائدين سنو دلالك أن لبالله منو إن شاء الله وادوكتين معتك وادوكت ما علو بحي إلى ماركتي يعني تأهيل العلماء علماء ماركت علماء الله دياليني وحن لنا هاي إله رب سبحانه وتعالى كوبي محوة هاي كل رغمين علمك سيدي إله نقدقو إلهنا علمك نوفذيو إله ماركت بصيري إيه ماركت هنوقليو إله قلبك إن إله سافيها كدقو إله قوة موافقة إله نقدقه إله رب سبحانه وتعالى وضد توصنا حقا الجنة إله رب سبحانه وتعالى وقالي إله نقدقه قوة علم وضد إخلاص ويا علم وضد إخلاص نقد إله نقدقه إله رب سبحانه وتعالى خيرك ونجنا وفجيو بالله التوفيق.